تونس ستنتصر على الإرهاب، هكذا عبر رئيس الجمهورية في موكب تأبين قتل الحرس الرئاسي، موكب لم يكن كسابقه، فالضحايا هذه المرة من مؤسسة الرئاسة. هؤلاء الأبناء من أبناء تونس البررة سقطوا في ساحة الشرف خدمة لتونس وأمنها واستقرارها. مجلس الأمن القومي اجتمع وقرر عدة إجراءات، أبرزها غلق الحدود مع ليبيا لمدة أسبوعين، وتشديد الإجراءات على العائدين من سوريا والعراق، والرفع من درجة الصرامة على الحدود البحرية والبرية، إجراءات تؤشر على مرحلة جديدة في محاربة تونس للإرهاب. فرصة باش ننبهوا ونقولوا للإرهابيين رحنا من تونس واقفة على سقاها، وتونس باش تقوم بكل ما في وسعها وبكل إمكانياتها للدفاع ولمحاربتهم وللقضاء عليهم نهائيا. موقع الحادثة الإرهابية لم تتغير تفاصيله كثيرا، بقايا الجريمة في كل ركن تؤشر لعمل غادر جبان. الناس هنا، ورغم قانون الطوارئ المانع للتجمعات، هبوا للمكان مرددين النشيد الوطني وحاملين زهور الترحم على الضحايا. هو مشهد مفعم بالحزن لا شك، لكنه مليء بالإصرار على مقاومة الإرهاب. نحن محتاجين إلى عقيدة أمنية جديدة وعقيدة عسكرية جديدة، ثم نحن محتاجين كذلك لاختيارات اقتصادية جديدة، لأنه ما نجموش نواجهوا الإرهاب ببطون خاوية وبعقول فارغة. الإرهاب تخلي ديارنا صاي ما عادش فيها، مدام تونس الكبرى تمست شو ما زال تمس ولادنا وتمسينا نحنا، وما عادش أمان في بلادنا. توا يلزمنا نأمنوا على رواحنا، يلزمنا كلنا نحاولوا نقفوا مع بعضنا. التحقيقات الأمنية مستمرة تحت وقع إجراءات صارمة غير مسبوقة، شملت كافة الأماكن الحيوية على غرار المطارات والموانئ. قانون الطوارئ سيطبق بشدة، هكذا صرح رئيس الحكومة. أما حظر التجول فالعمل به سيبقى ساريا إلى حين صدور قرار برفعه. تونس تلملم جراح عملية إرهابية غادرة، حزن في النفوس وإصرار على تجاوز ما حدث والتصدي لما هو آت عبر التعبئة العامة ضد الإرهاب. هي الحرب إذن صولات وجولات. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.